قال لي والله أنا عندي مرأة وعندي 3 أطفال ليسوا لي، حط لك تحتها 50 خط. للعدل من ذولة؟ قال ذولة ابني الميت بالقصف في الحرب الأفغانية. الوقت اللي أنت جاي تبذله بالأمور اللي ما تسوى، صدقني هذا أكبر تجارة خاسرة في حياتي. لقيت رجال شايب ما دروحه من تكرمون الزبالة، قسما بآيات الله درجة الحرارة كانت سالب 10، الثلج للركب. أصبحنا وأصبح الملك كله والحمد لله. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. وياكم طارق حسين ويانا أحمد الطباخ الشهير المعروف نصرة العراقي. بس هذا باكا وهاي بيتزا. باكا وبيتزا؟ أقدم لكم بيضة بعيون وزلاطة. طبعاً أحمد بالطبخ 10/10. قبل كل شيء حطنا 4000 لايك 5000 لايك، بكيفكم وصلونا في رقم قوي. ثانياً ضيفني على إنستغرام وضيفني على التيك توك، وبنفس الوقت مثل ما تشوفون سوينا نسف. حالياً إجى الوقت الشيء اللي ما حد يحبه، لا أم بيت، لا شباب غربة، لا حد عايشين ولا هو ولا أنا ولا أي أحد. غسل المواعين، أتحدى واحد يحب غسل المواعين. مح 5 minutes later خلصنا والله الحمد. أمشي خلينا نبدل الملابس وخلينا نروح المكان. أنا مود أسولف لكم بي عن الحياة. يعني حاليا إحنا بشهر الخامس، يعني لازم حر، بس تكساس ممطرة خصوصا هيوستن. ليش؟ لأن عندنا نهر استغفر الله، عندنا بحر أوكي أو بحيرة جنبها، فدائما ما تشوفون المطر هواية. وهاي من المعلومات اللي ما تعرفوها عن هيوستن. طبعا بهذا الفلوج راح أتكلم لك عن أمور جدا حتفيدك بحياتك الشخصية، وراح نتطرق لهواية أمور مفيدة جدا جدا جدا، وإن شاء الله تستفاد من هذا المقطع. وضبطنا الأمور. وين رايحين؟ تعالوا مش خلوا نروح ونشوف. قبل لا نصعد نسيت أشوف البريد إيش بيه ما بيه، جاينا ما جاينا. آها جايتنا بقوه نعود بالليل أجيهن، بس أهم شيء الواحد لازم يشيك حبايب المي جدا مهم. شوف هذا جاي يصلح بالتاير ماله. اللهم ربي احفظنا من كل الحوادث والتائرات المتطقطقة وكل شيء. سامع من يقول لك من جد وجد ومن زرع حصد؟ اليوم راح اشرح لكم هذا المثل ولكن بطريقة جدا حلوة. هذا الفلوج انا متأكد اذا انت كملت الاخير حتتغير هواية مفاهيم بحياتك، حتقوم تحسب للوقت شغلات كبيرة. الوقت اللي انت جاي تبذله بالامور اللي ما تسوى، صدقني هذا اكبر تجارة خاسرة في حياتك، لان الوقت اللي يجي ويعبر بعد ما يرجع. فمثل ما جاي نشوف المطر بعد لحد الان، فاحنا نكمل ما علينا، ما يهمنا حبيبي، احنا سايقين بكل الاجواء، الثلج، المطر، العواصف، كله بتاع كله. حتكتشف شغلات غريبه في هذا الفلوج صدقني، عن امريكا وعن الحياه وعن كل شيء حنشوفه. هل تعلم انه طارق حسين بيوم من الايام كان يحلم يسوق سياره؟ هل تعلم انه انا بيوم من الايام كنت اتمنى اني اصعد السياره بحياتي؟ شيء غريب، اقسم بالله شيء غريب. اتحدى يوتيوبر اتكلم في هذه المواضيع بصوره جديه وحقيقيه بهذا الفلوج اللي انت راح تشوفه، اللي حول الله الحمد طبينا بشكل وطلعنا بشكل انعوجت. ولكن هل هذا غلط؟ بالعكس، هذا رب الصح، وهذا احسن شيء تسويه لنفسك، هو انك تتعب نفسك من اجل شغلات تفيدك وتنفعك. بين قوسين انت جاي تاجر للمستقبل بصحه بعافيه بقوه بلا امراض، ولله الحمد طبعا رب العالمين هو الشافي والمعافي. ولكن نتجه للسياره، هل النجاح يقتصر على قاعه الحديد؟ اكيد لا، ولكن من المهم جدا تسعى على البحث عن صحة وعافية. ليش؟ رب العالمين أعطانا هاي كهدية. أرجع وأقول دائما بفيديوهاتي إنه الصحة والعافية والله العظيم كهدية. أنا بيوم من الأيام مرضت وقعدت فراشات، وحسيت بشعور إنك مريض، وحسيت بشعور إنك ضعيف، وهذا الشعور صراحة محلو. وطبعا ما أسولف لكم عن الأجواء، الصورة تحكم أوكي. ومثل ما جاي تشوفون الكل عالق دبل إشارة وجاي نمشي على كيف. ليش؟ لأن العاصفة مو طبيعية. كانت أمنية من أمنيات حياتي أني بيوم من الأيام أصحى الصبح أمام هيك منظر. دخلت للبيت، فراح أدخل أسبح، أكمل أرتب وضعي، أخذ الجنطة ونكمل الأمور ونغير الملابس 1 2 3 يابنا، وكان نخلص ونكمل. هو هذا الستايل تبع اليوم، وجهزت الجنطة وهيابنا خلنا نطلع. بسم الله وعلى بركة الله ويا الله. طبعا مثل ما تعرفون طارق حسين ابدا ما متكلم عن نفسه تحديدا، ولكن في هذا الفلوج راح اتكلم عن نفسي بالتحديد، وحتكلم عن كل شيء صار وياي بالتحديد. وقبل كل شيء لازم تعرف انه انت شخصيا الشخص اللي جاي تتابعه في يوم من الايام كان
أفشل من الفاشل. كان إنسان بلا معنى، كان إنسان عنده وقت بس ما عنده أحلام ولا عنده تخطيط ولا عنده أي شيء يسوي. ومع الأسف هذا أنا شخصيا، وأعترف لك بهالشيء، وأنا راضي عن اعترافي لك بهذا الشيء، وأنا أبد ما أضج من هذا الشيء، ودائما أقول إنه إحنا من لا شيء نكون شيء، وإنه إحنا بنفسنا نغير نفسنا، وإنه إحنا نقدر من لا شيء نصنع اشياء. حتقول لي طارق انت شلون كنت فاشل؟ حقول لك عادي، حاله حاله اي شخص ما عنده شيء يسوي، ما عنده تخطيط، ما عنده احلام. حتقول لي زين اوكي، بس هذا ما يعني منك انسان فاشل. لا يا صديقي، يجب عليك ان تقتصر الوقت وتستفاد من الوقت اللي جاي يمر بكل شيء، بكل لحظة، بكل دقيقة، بكل ثانية. لنفرض انك قاعد تباع هذا الفيديو، هذا الفيديو اللي انت شخصيا قاعد تطالعه وتباعه، هذا الفيديو لو ما افادك بشيء، او هذا طارق حسين اللي قاعد يتكلم لك باليوتيوب لو ما افادك بشيء، يا اخي لا تتابعه. والله العظيم انا بمكانك اطلع من الفيديو. ليش؟ لان هذا الفيديو بلا فائدة، فلا تضيع وقتك على شغلات ما تسوى. وطبعا اكيد اذا تشوفني يفيدك لا تنساني باللايك والاشتراك، واتمنى تزورني بالانستغرام والتيك توك. طبعا هاي القناة هي لكم وليست لي قسما بآيات الله. الامور اللي حتصير بهاي القناة والارباح عرفتوا ايش راح يصير مصيرها، حتنوخذ عبارة عن مساعدات، وكل ما كبرنا كل ما كبرت المساعدات للناس ولله الحمد، وبعضها حنستثمره في أدوات أو كاميرات أو شغلات للقناة. طبعاً هل إنك تكون إنسان ناجح لازم يكون عندك فلوس؟ لازم يكون عندك سيارة مثل ما طارق حسين قال لك؟ أكيد لا. النجاح هو ما يقتصر على السيارة، ولكن لما عندك هدف بالحياة. أنا شخصياً كان ما عندي سيارة، لكن تحلم أسوق سيارة، أقسم بالله كان هدفي أمنية حياتي إن أصعد السيارة. مو عيب نحكي الحقيقة، ومو عيب انه احنا كنا ولا شيء، ومو عيب انه احنا خططنا للسياره ولله الحمد جبنا السياره. ولكم والله العظيم اني شخصيا طارق حسين كان يحلم يكون عنده قناه يوتيوب وناس تتابعه وناس هيك ويقعد يتكلم وهيك، ولله الحمد جاي نصعد جاي نسوي. الاهداف والامور اللي انت تخطط لها امشي عليها، ومو عيب انك تكون انسان ما عنده فلوس، ومو عيب انك تكون انسان فقير، ومو عيب انك تكون انسان ما يملك شيء. ولكن يا صديقي تعرف وين العيب؟ تستسلم. العيب يوم انك ما تسوي شيء، ترفع ايدك تقول هذا هو انا مسلمها تراب. العيب انك تقعد بين اربع حيطان بغرفه. العيب انك ما تسوي شيء. العيب انك ما تشتغل. العيب انك ما تاسس. العيب انك امراه في بيتك وانت مو خدومه لرجلك. العيب انك رجل متزوج امراه وماخذها من ايد ابوها ومسلم بيد ابوها، وبيناتكم عقد غليظ. رب العالمين ذكر الزواج بعقد غليظ. فنكتشف من النجاح انه هو النجاح مو فقط ملك شيء، النجاح مو عماره يا اخي، النجاح مو بيت، النجاح مو فلوس، جزء النجاح هو علاقه، النجاح هو يجوز انك توصل رساله، النجاح هو يجوز انك تصنع شيء من لا شيء. الفشل هو مو انك تقعد بلا مأوى او بيت. شخصيا طارق حسين، نعم انا اتكلم لك شخصيا عن نفسي، اقسم بايات الله واكو شواهد على هالكلام، واذا تحبون بيوم حنلتقي بيهم، لان هذول الاشخاص حقيقيين وموجودين وعندي علاقه بيهم لحد الان. والله العظيم كنا قاعدين بتركيا، والله الجامة مزروفة والهواء البارد والبرد برا سالب 15 او سالب 11، والهواء البارد يفوتنا للبيت، ومو احنا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بس ماكو شغل، ماكو حياة، نسعى من لاجل لا شيء. يتقفص علينا، ينضحك علينا، يلعب علينا، نمباق ونشتغل ونشتغل ونحاول ونسوي، ها 8 سنين تعب اخير شيء وصلت. اعظم نجاح بالكره الارضيه هو لمن؟ هو لنبينا، هو سيد الخلق، النبي محمد. نعم الشخص اللي احنا نقتدي به يا اخي كان في صحراء، يلا اعطيك اياها من الاخير. الشخص اللي انت اتبع دينه وتمشي على صلاته وتصلي وتصوم وتسوي وكل شيء يا اخي كان اجى من صحراء، لك عمل المستحيل. اتحدى شخص بالكره الارضيه تقعد يمه وتقول له هو از محمد بالانجليزي، من هو محمد عليه الصلاه والسلام؟ طبعا صلوا عليه وسلم، حيقول لك محمد نبي، نبي الاسلام، يعرفوه معروف. نعم هذا الشخص بدا من الصحراء يا اخي، والان شوف صيته، اكو واحد ما يعرف من محمد عليه الصلاه والسلام؟ لك هواي ناس وعايشين بلا معنى. لك تخيل انك تصحى من النوم وترجع للنوم، تخيل انك تصحى تاكل تشرب، انت ما عندك فايده، ما ينصدق يعني، فكر بيها، قوم اطلع اشتغل، اطلع كل الارض. رب العالمين وضع الرزق في كل مكان، لا تقول لي ماكو شغل، لا تقول لي اني السبل مقطعه، هاي شنو انت؟ صدق تحكي؟ لو يجيك واحد يقول لك ها والله انا حاولت بس فشلت، حاول مره ثانيه، اشتغل شغله ثانيه وصار فلان شيء، هذا هو، لا اشتغل شغله ثالثه، مو صار ما ادري شنو بالشغله، لا ارجع اشتغل مره رابعه. المثل الياباني يقول او المثل الصيني يقول اللهم اني اخطات يجوز، يقول لك لو وقعت مره فانهض مره ثانيه، وقعت مره ثانيه انهض مره ثالثه، وقعت مره ثالثه انهض مره رابعه الى ان تنهض. يعني تخيل وياي يا صاحب هذا المثل ايش كم مره فشل بحيث هو كتب هاي الكتابه، الى ان نجح وصل لي الفكره، وصلت لك الفكره، هو نجح. اللهم يجوز هو عايش ميت، اللهم سله الهدايه وربي يوفقه ان شاء الله. كنت ماشي لقيت رجال شايب الحكي بتركيا، ما ادري روحه مين،
من تكرمون الزبالة. قسماً بآيات الله درجة الحرارة كانت سالب 10 أو فتشي الثلج للركب. تعرف شنو الركب؟ اللي هنا يعني. والرجال كبير وجاي يسحل بقواطي. يا أخي والله العظيم شفته انصعقت. وأنا شاب بحيلي قوتي كان عمره 18 سنة. والدنيا ساعة بالسبعة الصبح أنا قعدت على مود أجيب صمون ناكل الريد. نتريق. والله العظيم فتت من يمه. أقسم بآيات الله. رحت عليه. قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. قلت له ايش قاعد تسوي؟ ما جاي افتهم يعني رجال كبير بهالعمر اكيد عنده اطفال عنده ام عنده بيت لازم اكون مساعد يا اخي. وانا طلعت والله طقطق من البرد لك بارده بارده. قال لي انا جاي اشتغل. قلت له زين ماكو غير شغله؟ شلون؟ قال لي صراحه ما حد يشغلني. قلت له حلو ايش عندك؟ قال لي والله انا عندي مراه وعندي ثلاثه اطفال ليسوا لي. حط لك تحتها 50 خط للعدل من ذولا. قال ذولا الابن الميت بالقصف في الحرب الأفغانية. ما عندك ابن ثاني؟ قال لي لا ما عندي وعدي بنتي. قالوا بنتي مطلقة. قلت له ليش يا أخي؟ ما أعرف ليش سألت ليش ما أعرف. قال لي لا مريضة ورجلها طلقها. قلت له يعني؟ قال يعني أنا عندي مرأة ومرأة وثلاث أطفال وعايش لك جاي يسعى جاي يشتغل وتروح تلقى الشاب بهالوقت تقعد تحكي وياه شي يقول لك والله أبوي والله ماما تصرف على طيح الله حظ شبابك. يا والله هاي بس الكلمه الوحده الحبة اقول لك اياها. لا قوم اطلع قوم اطلع اشتغل اكل الحائط اكل الدنيا. رجال شايب سالته عن عمره هذا تعرفون ايش قد عمره كان؟ اقسم بالله كان عمره 55 سنه. بعد ما طلعت من تركيا انا شخصيا هذا الرجال مات ربي يرحمه. اقسم بالله من قالوا لي طارق هذا الرجل مات انصعقت. طبعا لله الحمد ساعدناه وقدرنا نساعده واللي يعرفون بيه يعرفون ولكن رب العالمين ومشيئته وقدره هذا يومه. ولكن هذا الشخص من كان عمره 18 سنه وقعدت اخذت عبره من هذا الشخص اللي عمره 55 وعلى رقبته عوائل من هذا غير حياتي من لك ما اعرف شغلكم. المختصر لا تقعد تشكي وتبكي اكو حلول. لا تقول لي ماكو حلول. انا شخصيا كان ما عندي اكل بالبيت. انا شخصيا كنت ماكو شغل وينضحك علينا ونرجع نشتغل واللي يعرفون وعايشين بتركيا يعرفون عن شنو جاي اتكلم. هي هاي الحياة اللي احنا كنا عايشيها. نعم هي هذا الشيء اللي وصلني حاليا بامريكا. هذا الشيء اللي وصلني حاليا هنا بهالدولة. اكو شغل لله الحمد، اكو وظيفة لله الحمد، اكو اكل لله الحمد، اكو ناس تعرف معنى البشر ولله الحمد. رب ان شاء الله كل انسان يسعى من اجل شيء معين ان شاء الله يحققه. كل انسان متعذب ومتلعلع من اجل حلم ان شاء الله يحققه. اللي نعرفه انه احنا لازم نسعى لازم نتعب. رب العالمين اسمه هاي القوي رب العالمين. هواي ناس اتكلم وياهم يقول لك انا احلم اني اكون فلان انا احلم اني اكون فلان انا احلم اني اسوي شيء انا احلم اني اوصل لمكان معين. حبيبي لا تحلم الاحلام وهم. حبيبي الحلم هو من اسمه حلم. انت من تنام تشوف الحلم. قل اعملوا. رب العالمين بالاسلام بالقران بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم. يا أخي أنت من تروح تطلع الصبح الفجرية تقعد للشغل رب العالمين يقعد يباوع هذا العبد. هذا العبد جاي يشتغل هذا العبد جاي يسعى هذا العبد تعب. أكو غير عبد لا قاعد بالبيت ماما وبابا يصرفون عليه. إلى متى أمك وبك يصرفون عليك؟ يلا سولف لي سنة سنتين خمسة عشرين عشرة ماتوا بعدين ايش راح تسوي؟ ايش راح تقول؟ وبعدين هل الرزق مكتوب ام محفوظ؟ الرزق مكتوب لمن سعى اليه. هاي الاحلام اللي انتم تسموها احلام انا انجز ولا احلم. كل هاي الامور شو وقت تصير؟ لما انت تسعى لها. هل يستوي شخص قاعد في غرفة أول ما قاعد من النوم لحد ما نام وبدأ يوم جديد مع شخص قاعد بالخمسة الفجر راح اشتغل لحد الثمانية أو لحد الستة العصر؟ هتقول لي لا طبعا أكيد هذا ساعة هذا لا. زين شنو مستقبل هذا مع هذا؟ ماكو مقارنة صراحة. فالمعادلة بين النجاح والفشل يا حبايبي هي معادلة وقت وبذل جهد والسعي من أجل وصولك إلى شيء معين حط ببالك. ومن أسس النجاح هي المواصلة بالنجاح مو أكو نقطة توصل بيها وتوقف وانتهينا. لا حبيبي النجاح هي مسألة استمرارية وليس ثابتة. طيب طارق هسه تطالع وصارع راسي وما أدري شنو قاعد السولف عن شغلات تمريت بيها وسويت مو هيك النجاح. النجاح هو عبارة عن كلمة نصيحة عمل مساعدة خدمة. يا أخي النجاح ما يتوقف على الشيء فعلي. يعني تخيل طب لك شخص أنت مآمن بشيء معين انت ثابت على قرارك انه انا الصح وما غلط. يطب لك شخص قاعد يقنع بيه قنعك انطاك السولوشن انطاك الحلول بين لك انه اكو شيء افضل من هذا الشيء اللي انت قاعد تسويه. هذا شنو هذا؟ ايش نقدر نقول عليه؟ فاشل لو ناجح؟ اكيد ناجح. ليش؟ لنغير مفاهيمك لشيء افضل. فالنجاح يا صديقي بيه ابواب كثيره ولكن النجاح يوم ينفتح لك باب النجاح حتنفتح لك هواي شغلات مو زينه يعني. اوكي حتنفتح لك هواي معاصي حتنفتح لك شغلات انت ما كنت تتوقعها خصوصا النجاح المادي. لان تريد
تختبر شخص أو تعرف حقيقته أعطيه مال، لأن الناس يقول لك تبين معادنهم حينما يملكون. شلون شفت لك فد يوم رئيس دولة نزع السلطة وقال تفضل خلي يقعد غيري، يلقى يحارب ويجاهد وينافس وي 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 ويقتل فقط من أجل أنه يقعد على كرسي، لأن هو ما كان مالك هذا الشيء وملك شيء عظيم. ولكن الإنسان الناجح هو من يعطي بلا أن يفكر. هذا النجاح أكو نجاح فعلي وأكو نجاح ولكن بطرق ملتوية، مثل ما جاي نشوف حاليا عندنا يتقاتلون على كرسي، يقتلون بالعالم على شيء ثابت. ومو فقط هذا الكلام عن الرؤساء والسادة والكبار والعمالقة، لا بالعكس، حتى احنا كبشر العاديين شايفين الواحد بمنطقتك كان ما عنده فلوس صار عنده فلوس، يقول لك اخ والله تغير. ليش؟ لان ملك. المشكلة انه هاي سلطة المال ترفع السخفاء والناس اللي مال عندهم اي معنى بالحياة. مع الاسف اكو ناس يملكون مال بس يا اخي تواضع، واكو ناس والله العظيم هم يملكون جزء بسيط من المال ولكنهم باوع لغير عبيط، ما عنده شيء، ما عنده معنى بالحياه. ايضا صعد له سياره اخر موديل وقام يفخفه. تعرف انه الانسان الفاشل هو الانسان اللي يبعث الطاقه السلبيه؟ انت مجرب قاعد ويا انسان فاشل ما يقول لك شيء. اذا عندك صديق فاشل نصيحه نتخلص من عنده، اذا كان ببيتك شخص فاشل نصيحه اللي تسمع له. الانسان الفاشل حيوصلك للفشل لان هو ما عنده افكار. اذا كنت مصادق شله وبيها فاشلين وبيها عبيطين وبيها ناس ما لهم فائده بالحياه مالتك، نصيحه انهزم، نصيحه عوفهم، ما مجبور تماشيهم. انت اذا مصاحبت لك شله مال بنات نقنق ما عندهن اهداف ما عندهن اي شيء بالحياه بس شغلات تعبانه نفاق نميمه، طلعي من عند النصيحه قسما بالله ما يفيدنا. هاي من أسس النجاح، أنك تكون مجتمع دائما مدارك ناجح لما تكون مثلهم أو تكون أحسن منهم. جاي يشوفون المطر والهواء القوي، وهاي تعتبر شيء جدا مخيف. ليش؟ لأن ما تدري أنت على أفلا ولا تشوف واحد قدامك ضرب بريك فتفوت فيه. أنت تعرف أكو مثل شي يقول قل لي من هم أصدقائك أقول لك ما هو مستقبلك. يعني ارتباطك بالأصدقاء الزينين والناجحين يجعل منك إنسان ناجح. شك واحد عندك عطل شيله، أنا كلهم شايلهم، شلتهم أصلاً. وعلى طار الشيل تعالوا خلينا نشيل هاي. يا رباه، الأكل المفضل عندي والصحي دائماً هو الفافود. شوف الله يا الله، صيني صاحبكم صيني والله صيني. ما سولف لكم طروق السوى هنا أنا. سوى شفته ديليت، مسح الأول والتالي. طبعاً لله الحمد على كل النعم، بيوم من الأيام شخصياً أنا كنت ما عندي أكل، وحقيقة ولله الحمد على كل ما أعطى الله عوضني، لأن عرف صدق نيتي، عرف أنه أنا إنسان يتعب، عرف أنه أنا إنسان جاي يسعى من أجل أنه يطور من نفسه، ولله الحمد رب العالمين جازاني والف الحمد لله والشكر على كل شيء. ودائما احمد النعم قبل زوالها، ودائما اقتنص الفرص. هاي ملاحظة جدا قوية، اقتنص الفرص. الفرصة ترى تجي مرة يجوز وتروح، تجي مرتين وتروح، ثالثة تروح، ورب العالمين يرسل لك فرص وانت قاعد ما تتحرك. حاول ان تنهض، امشي حبيبي امشي. واخر شيء قبل الختام والحمد لله طبعا كأنه خلصنا، ابدا لا تنسى الناس اللي ساعدتك من اجل وصولك لمرحله معينه، وبنفس الوقت لا تنسى بيوم من الايام انك كنت ضعيف، وابدا لا تنسى بيوم من الايام انك كنت ما تملك شيء، وابدا لا تخجل من شيء انت كنت وعشت به وتريد تغير من نفسك. هواي ناس وصلوا للنجاح صاروا اغنياء ولكنهم ما تقبلوا موضوع ان هم يتكلمون عن ماضيهم اللي هم كانوا ما عندهم شيء مثلا. والانسان الناجح هو الانسان اللي يعطي التغيير. اتمنى كان هذا اليوم جدا مفيد لكم، اتمنى الكل ينشر هذا المقطع على مود الناس تستفاد، اتمنى الكل يضيفنا على انستغرام والتيك توك. اذا تحبون اسوي لكم حلقه ثانيه عن النجاح والفشل بطريقه اخرى، انا عندي ايضا عده طرق لشرح هذا الامر، اسوي لكم اياها باذن الواحد الاحد، وبين لكم مقارنه جدا قويه ان شاء الله بالمستقبل. اتمنى اني اكون كنت خفيف الظل عليكم. ربي يحميكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان وياكم طارق حسين. نسيت الطلاب السادس عندهم امتحانات، مستقبلك هذا، تغيير حياتك جذريا، انت حتحدد مستقبلك في هذه الايام. اريدك تشلع الكتب تشليع، يجيب معدل فوق ال 95 او 90 يدخل علي بالانستغرام ويدز لي شهادته شخصيا، انشر شهادته وافتخر انه هو يتابعني.